تدفقي إلى البحر والتقاء السحاب بالسحاب، نلتقي مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، فأهلا ومرحبا بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: عدن العاصمة المحاصرة بالأزمات، الرياضة وشعلة عدن التي لم تنطفئ منذ نصف قرن، سمير سند حكاية عشق مع التنس. دائماً ما يكون لكم في جعبتنا مشاهدينا أخبار وفعاليات وأنشطة، نذهب إياكم إلى جولة إخبارية سريعة. ناقشت ندوة علمية في جامعة عدن دور الدراسات العليا والبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الدخل القومي. الندوة وبحسب القائمين عليها تهدف إلى تفعيل دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية علمياً وبحثياً في مواجهة الأزمات المجتمعية والاقتصادية وربط مخرجاتها بمتطلبات التنمية في المجتمع. افتتحت في جامعة عدن مكتبة إلكترونية تضم أكثر من 128 ألف عنواناً ومرجعاً علمياً. المكتبة الإلكترونية تأتي ضمن أنشطة كويتية لمساعدة الطلاب الأكاديميين، وتتيح لأساتذة وطلاب جامعة عدن التواصل مباشرة مع المؤسسات والجامعات العالمية والاطلاع على آخر الإصدارات والكتب العلمية والبحثية الحديثة. اختتمت في معسكر الصولبان بالعاصمة المؤقتة عدن بطولة الشهيد اللواء الركن أحمد سيف اليافعي لكرة القدم، وتوجت كتيبة القيادة بكأس الشهيد بعد تغلبها على كتيبة الدبابات بهدف نظيف في المباراة النهائية للبطولة التي شاركت فيها 6 وحدات عسكرية تمثل اللواء 103 مشاة. يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المناطق المنكوبة في الشريط الساحلي غربي اليمن، ووصلت قوافل غذائية إلى منطقة يختل التابعة لمدينة المخا ومناطق واحجة والكدحة في مديرية ذباب وباب المندب. بعد أكثر من عام ونصف العام على الحرب في عدن، لا يزال الاقتصاد غير متعاف والتنمية تبدو متعثرة بشكل واضح. طال الصبر ومل الناس طول الانتظار لغد لم تشرق شمس هنائه بعد، فالوضع الاقتصادي في عدن لم يتعافى حتى اللحظة، ومعه تتراجع فرص العمل وتتعاظم معاناة المواطن المفتقر أصلا لأدنى مقومات العيش الكريم في العاصمة المؤقتة للبلاد. خرجنا إلى الحركات، نطلب أعمال شاقة، عمل واقف. أنا يمكن شهر شوية قاس بالحرق ما فيش. مؤشرات خطيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي وتنذر بكوارث إنسانية في ظل وضع اقتصادي منهار وظروف معيشية متردية، فقم من حدتها حرب ميليشيا الانقلابيين التي تدخل عامها الثالث. خريج كلية حقوق عام 2007، من 2007 إلى حد الآن ونحن بلا وظائف. خريج كلية النفط والمعادن، صدر قرار بتوظيفنا بعام 2011 ولم يصدر رواتبنا إلى الآن. الذي هم اساسا عاملين ما وجدوش رواتبهم، ما لقوش رواتبهم، يضطروا من مكان لمكان بعد الرواتب. ازمات معيشيه متراكمه تعصف يوميا بالحياه، ومعها تبدو الحكومه غير قادره على مجابهه ظروف ما بعد الحرب وتحديات انهاء الانقلاب. احنا لنا من يوم تحررنا سنتين، ها من اللي عيق هذا؟ واحنا قد حررنا عسكريا بس اقتصاديا فشلنا وسياسيا فشلنا، ايش السبب؟ صعب انه نصبر على هذا، يعني يعملوا لنا حل، انه صراحه يعني الشعب يعاني، بس كم بس بيتحمل؟ تحملنا الان هذه السنه الثالثه من الحرب يعني. تامين الحياه المعيشيه في عدن بات مطلبا ملحا، وانتشال الوضع الاقتصادي غدا ضروره قصوى تتطلب خططا طارئه ومعالجات جاده لاعاده التوازن للمنظومه الاقتصاديه، الا ان ذلك على ما يبدو حلم صعب المنال في بلد مزقته الحروب ودمره الاقتتال.
الدكتور صالح القريري رئيس قسم إدارة الأعمال في كلية العلوم الإدارية جامعة عدن، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء. اليوم نناقش دكتور موضوع التدهور الاقتصادي في عدن وما وصل إليه وضع الاقتصاد اليوم، خاصة بعد عام وأكثر من نصف العام على مرور الحرب الأخيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع على عدن. بداية دكتور، تمر عدن بأسوأ مرحلة اقتصادية ومالية، ما هو توصيفكم للوضع الاقتصادي اليوم؟ نرحب بقناة بلقيس الفضائية على هذا اللقاء، وهذه القناة الناشئة التي نتمنى لها دائما كل تطور وتقدم في مسيرتها الإعلامية. بالنسبة للوضع الاقتصادي في البلد، لا شك أنه هو الاقتصاد اليمني متدهور منذ وقبل الحرب يعني، وأتت الحرب الأخيرة والتي لا زالت مستمرة إلى يومنا هذا، وأدت إلى تدهور أكثر وأكبر في الاقتصاد اليمني والاقتصاد في عدن، سواء في عدن أو على مستوى اليمن بشكل عام. لهذه الأسباب أدت إلى إضافة إلى عدم أو ضعف الموارد الدولة الاقتصادية بعد الحرب، لأنها توقفت كل الموارد التي كانت تضخ إلى ميزانية الدولة. انتقال الحكومة بشكل عام من صنعاء إلى عدن، وانتقال البنك المركزي أيضا إلى عدن، يحتاج إلى كثير من الترتيبات التي لابد من توافرها، سواء كان في جوانب السياسات المالية والنقدية للدولة أو في جوانب تتعلق بإيجاد المعاليات السليمة لانتشال هذه الوضعية. ونحن في عدن كمواطنين كانت هذا الوضع كان له تبعات خطيرة جدا على المواطن بشكل عام، من حيث ضعف الخدمات، ضعف البنية التحتية، الحالة اللي وصلت إليها الكهرباء مثلا أو المياه أو خدمات الطرق، تعاني فعلا إلى يومنا هذا ولم يجد المعالجات السليمة لتقديم الخدمات التي كان يتوقع المواطن البسيط أن بعد الحرب أن تتحسن الأوضاع الخدماتية بشكل عام في عدن، ولكن ما حصل هو عكس ذلك تماما. فلا زلنا الآن نعاني من هذه في مشاكل المشتقات النفطية مثلا أو الكهرباء أو المياه وغيرها من الخدمات التي هي ضرورية وأساسية لكل مواطن في أي بلد. دكتور صلاح، على ماذا تعولون أسباب يعني استمرار هذا التدهور، بل إنه يزداد سوءا يوما بعد آخر مثل ما ذكرتم في موضوع الخدمات وكذلك في موضوع الاقتصاد؟ لم نشهد أي نهضة اقتصادية من أي نوع، لا يوجد شركات فتحت ولا مؤسسات كانت موجودة وأعيد افتتاحها مرة أخرى، ما هي الأسباب في رأيكم؟ طبعا عملية البناء عملية ليس بس يعني سهلة، ممكن عملية الهدم تكون سريعة أن تأخذ معول وتهدم، ولكن بعد ذلك عملية البناء تحتاج إلى الوقت، تحتاج إلى الجهد، تحتاج إلى التكاتف من كل الجهات. الدولة الآن غير قادرة أن تقوم بعملية إعادة بناء مؤسساتها أو خدماتها في عدن مثلا، وهي تنظر للدول التحالف على رأس السعودية والإمارات لتقديم المساعدات والهبات. الخارج لن يعطيك دائما ويصرف عليك، فأنت لابد أن تبحث عن حلول استراتيجية تستطيع من خلالها النهوض. هل توفرت الأسباب التي تؤدي إلى أنك تنهض من هذه الوضعية؟ هل وفرت جميع المقومات التي تمتلكها ولو كانت مقومات ضعيفة تمتلكها لانتشال الوضعية مثل في عدن؟ الدولة قادرة مثلاً أن تفعل جوانب الضرائب، جوانب الإيرادات المختلفة للدولة، وتستطيع من خلالها تقديم أقل ما يمكن من الخدمات إضافة إلى المساعدات التي تأتيك من الخارج. هل يمكننا الاستفادة مثل ما ذكرتم الآن أن هناك دول أخرى كانت تقدم مساعدات ولا تزال، على الرغم من أنه يجب أن ننهض نحن بأنفسنا، هل يمكننا الاستفادة من التجربة الاقتصادية لتلك الدول؟ على سبيل المثال مثلاً دولة الإمارات العربية. والله يختلف الوضع بين في الاقتصاديات الدول، مثل الامارات كدوله نفطيه وعدد سكانها قليل جدا كمواطنين تقريبا المليون او مليونين نعم عدد سكانها قليل مقارنه باليمن، عدد انفجار سكاني كبير، ووضع والموارد الدوله قليله حتى لو كانت في الوضع الطبيعي يعني،
ولكن ممكن نحن مثلا الآن الدولة تفكر في مثل النظام الإداري الموجود في الأمارات، مثلا نظام الأقاليم، أو الأمارات كل أمارة مثلا تكون لها استقلالية مالية وإدارية، وكل استفادة من كل إقليم ممكن الأقاليم نعم تطبيق مخرجات الحوار. نعم بالضبط، مثل في الجنوب مثلا يقسم إلى إقليمين في حضرموت وعدن مثلا، فيكون فيما بين هذه الأقاليم التنافس في عملية إيجاد البدائل المختلفة للتنمية. نحن الآن نشوف في حضرموت في خدمات مستقرة، في أوضاع لا بأس بها، يعني المواطن بدأ مسرور من تلك الخدمات التي تقدمها في حضرموت، وأنا أصلا من حضرموت وأعرف الأوضاع أو عن قرب في القيادات المحافظة. في عملية عندما يكون هناك انسجام وتفاهم ما بين القائد أو المحافظ والمدراء، مدراء العموم ومدراء التنفيذيين، فهناك الانسجام هذا يخلق إنتاج. في حضرموت مجموعة شباب، الآن مجموعة شباب هم المدراء التنفيذيين، كل الفريق السابق تم الاستفادة الاستغناء عنهم، فأتوا بشباب، الشباب دائما حيوية ونشاط. نعم صحيح، وأفكار جديدة. أيوة، والمحافظ هو بنفسه اللي يختارهم، فيعملوا بجد ونشاط علشان يثبتوا أنهم قادرين على الإنجاز وأنهم قادرين على إدارة المهام التي كلفوا بها. بعكس عدن تلاحظ أن في فجوة ما بين المحافظ وبين المدراء التنفيذيين، وهذه مشكلة كبيرة، لأن أنها هم هؤلاء هم التنفيذيين. الاتجاه في عدن نحو مثلا استباب الأمن، فكل الجهود تركز على الأمن وأغفلت الجميع الجوانب الأخرى، وهذا غير صحيح. يا أما أن تضع مثل قيادة المحافظة تضع خطة متكاملة لعملية إيجاد المخارج لتوفير الخدمات الضرورية للمواطن في عدن، وهذا لم يتوفر لحد الآن. أنت شو المشاريع، مشكلة الكهرباء، يوم من الديزل، يوم من المكاين عاطلة، خرجت من الخدمة دخلت إلى الخدمة، وهذا الوضع نحن عليه 3 سنوات. ندرك المشكلة ونعرف الحلول. نعم، لكن لا يوجد أي حلول نهائية، يعني تنهي مشكلة الكهرباء، أنهي مشكلة المشتقات النفطية من خلال إيجاد بدائل أخرى غير البدائل الحالية التي أثبتت بأنها فاشلة. أفتح المجال مثل ما هو موجود في حضرموت لكل التجار وكل أصحاب المؤسسات التي تقوم بعملية توريد المشتقات النفطية، افتح لهم مجال للمنافسة، خلهم يتنافسوا السوق عشان يستفيد المواطن أيضا. أما أن يكون محتكر مثل الاحتكار في عملية توريد المشتقات النفطية، هذا يؤدي إلى اختناقات أكيد. يعني دكتور، معدلات البطالة سنة بعد أخرى تتزايد، ربما وصلت الآن إلى 64% وربما أكثر، يعني هذه المعدلات التي المذكورة بصورة تقريبية، هل تتوافق مخرجات الجامعة مع متطلبات السوق؟ مشكلة البطالة مشكلة كبيرة جدا، وتفشي مشكلة البطالة سيؤدي إلى ظهور مشكلات أخرى. نعم. مشكلات اجتماعية، مشكلات تتعلق بجوانب ظهور الجرائم وظهور المشاكل بشكل عام في البلد، يكون سببها دائما البطالة. البطالة تعني بأن هناك رأس مال بشري الدولة لم تستفيد منه، عاطل، وهذا يؤثر على جوانب التنمية بشكل عام. البطالة كانت كما قلت الآن 64%، في 96 في عدن كانت 34% مشكلة البطالة، يعني أن مشكلة البطالة ليست وليدة اليوم، ولكنها لسنوات سابقة نعاني من مشكلة البطالة، نعاني من مشاكل الأمية أيضا، هي السبب أيضا في مشاكل البطالة. والأمية أقصد بها الأمية المتعلم الذي خريج ولا يفقه شيء مثل في الكمبيوتر فهو أمي، الخريج الذي لا يمتلك القدرة على مهارة اللغة باللغة الإنجليزية فهو أمي. فبالتالي مخرجات الجامعات اليوم لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل في أحيان كثيرة، وبالتالي خريج مثل إذا كلية مثل جامعات كليات التربية في الجامعات اليمنية عددها كبير جدا، في جامعة عدن فقط 6 كليات تربية أو 7 كليات تربية، هؤلاء تخرجوا آلاف من الطلاب، وهؤلاء الطلاب يخرجوا إلى سوق العمل لا يجدون عمل، فبالتالي هم أصبحوا قوة عاطلة أو لا تقوم بعملية الإنتاج ولا تشارك في عملية الإنتاج، وتحتاج إلى عملية
انها لابد من تحتاج الى الغذاء وتحتاج الماكل والملبس وغيرها، فهذا يؤدي يكون عبء على اقتصاد اي دوله من الدول. في رايكم ما هو السبب؟ يعني هل العيب مثلا في المناهج التي تدرس في جامعه اليمن وجامعه عدن خصوصا؟ نحن في الجامعه نستقبل الخريجي الثانويه، واللي الحصائر عندنا ان طالب الثانويه ياتيك وكانه امي لا يفهم شيئا. الخلل في العمليه التعليميه على المستوى التعليم الاساسي والتعليم الثانوي كمنظومه متكامله. فعندما ياتينا الطالب نحن نريد ان هل نعلم اللغه العربيه، هل نحن مثل في كليه العلوم الاداريه ياتيك طالب لا يعرف يكتب اللغه العربيه صحيح، ياتيك طالب ليس يعني طالب الثانويه اللي كان في عام 80 او عام 70، فكان طالب الثانويه العامه عنده قدرات في تلك الايام كان يتوظف بشهاده الثانويه. نعم يتوظف بشهاده الثانويه. اليوم طالب الثانويه عليك ان تعلم اولا كيف يكتب اللغه العربيه، اضافه الى الاوضاع هذه الحرب ايضا واوضاع الاقتصاديه بشكل عام قبل الحرب اثرت في ثقافه الطالب نفسه. الطالب يدرس ويفكر كيف ياتي بالمال، الطالب يدرس في ظل هموم الاسره التي داخل لا توفر له كل ما يريده وما يحتاجه من لكي يدرس ويتعلم بصورة صحيحة. أيضا المدرس الذي درس في الثانوية أو في الإعدادية أو في حتى الابتدائية يدخل الفصل وهو مثقل بالهموم متطلبات ومتاعب الأسرة وغيرها من أشياء، فكيف سيقدم هذا المدرس؟ إضافة إلى المدرس أيضا لا يتم اختيار المدرسين في التربية بعناية، كل من تخرج بكل التربية فهو مدرس، هذا غير صحيح. يبقى أن يكون المعلم أو المدرس يتوفر فيه مواصفات معينة نقول أن هذا يستحب أن يكون مدرس في التعليم الأساسي وغيره. عندما يتم الاختيار الصحيح والمناهج أيضا إعادة صياغة المناهج بصورة سليمة وتحت خبراء من التربية والتعليم يكونوا قادرين على عملية انتقاء المنهج السليم الذي توافق أو تناسب مع إمكانيات الطالب اليمني، هنا بيكون العملية التعليمية هي متكاملة من معلم إلى منهج إلى أستاذ. عندما تكتمل هذا المثلث يكتمل هو اللي يؤدي، عندما يكون ذا كفاءة عالية سيؤدي إلى مخرجات ذا كفاءة عالية. دكتور تحدثنا عن يعني وضع الحكومة أو مهام الحكومة تجاه الاقتصاد، كيف تقيمون وضع القطاع الخاص للنهضة في الاقتصاد في عدن؟ قلنا إن عدن تتمتع بإمكانيات وقدرات كبيرة في جانب السياحي، جانب الاقتصادي والجانب حتى البيئي لما توفر فيها من المواني. ميناء عدن يعتبر من أفضل المواني في العالم وهو يربط بين الشرق والغرب. عملية المنطقة الحرة كرافد اقتصادي كبير في البلد إذا تم إدارتها بصورة سليمة فإنها ستجذب لنا الكثير من الفرص الاستثمارية التي ممكن أن تمتص البطالة في عدن وفي اليمن كذلك وتوفر الكثير من الموارد للدولة. إذا في نوايا صادقة لقيام للنهوض بعدن فيبدأ من هنا، يبدأ من الميناء، يبدأ من المنطقة الحرة، عملية إدارة المنطقة الحرة بصورة سليمة. عدن تم الإعلان المنطقة الحرة في عام 1992 وإلى الآن نحن لم نرى شيئا من المنطقة الحرة سوى ارتفاع الأسعار. نعم وسوى فقط الاسم، لكن لو كان تم استثمار هذه المنطقة الحرة بدءا بعملية الترانزيت، تيار الترانزيت بين الشرق والغرب والاستفادة منها، فإنها تجلب الكثير من المستثمرين وتجلب الكثير من الفرص الاستثمارية التي ممكن أن تساهم بصورة كبيرة في تنمية عدن وتنمية اليمن بشكل عام. لكن للآن للأسف يعني ما فيش نوايا للاهتمام بالمنطقة الحرة وإدارتها بصورة سليمة لكي تكون قادرة على توفير برامج أو توفير التنمية لهذا البلد. نعم، في رأيكم ما هو وضع المختصين والأكاديميين في رسم استراتيجية جديدة للنهوض بالاقتصاد؟ في فجوة ما بين القيادات الدولة والأكاديميين أو الجامعات، وفي أيضا الآن فجوة ما بين الجامعة ورجال الأعمال ومنظمات الأعمال، ونحن نتيجة لهذه الفجوة القابل موجود ما بين
الجامعة ومنظمات الأعمال وغرفة التجارة والصناعة مثلا في عدن، نحضر الآن في قسم إدارة الأعمال وفي كلية العلوم الإدارية لقيام ملتقى رجال الأعمال الأول برعاية الأخ رئيس الجامعة الدكتور الأستاذ الدكتور الخضر الأسور، الذي شجع كثيرا على هذا الجانب وحث الكلية على القيام بمثلها ويشجع دائما على قيام مثل هذه الأنشطة التي تؤدي إلى توثيق العلاقة ما بين المجتمع والجامعة. وبالتالي سيقام في شهر أبريل ملتقى لرجال الأعمال، هي فرصة لنعلن عن ذلك بين رجال الأعمال في عدن وكلية العلوم الإدارية، سيستمر يومين وبرعاية رئيس الجمهورية المشير عبد الله منصور هادي. نحن نتوقع أن يكون أول هدف من ملتقى هو توثيق العلاقة ما بين رجال الأعمال ومنظمات الأعمال والجامعة ومخرجاتها. كيف ينظر المخرج مخرجات التعليم الجامعي؟ كيف يريدها؟ ما هي المتطلبات التي يريدها؟ هل ما هي المهارات التي والمعارف التي يريد أن تكون نكون نحن قادرين على تغذيتها بهذا الخريج؟ حتى نعمل على أيضا كما قلنا سابقا ألا يتخرج من الكلية الطالب ويروح إلى سوق البطالة وليس لسوق العمل، يعني ينضم إلى منهم قبله في طابور البطالة. فنعمل على عملية إيجاد علاقة وثيقة ما بيننا وبين رجال الأعمال لهذا الغرض. الدكتور صالح القريري رئيس قسم إدارة الأعمال في كلية العلوم الإدارية في جامعة عدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. نادي الشعلة الرياضي الذي تأسس في العام 1968 وفي وقت قياسي أصبح ملتقى ثقافي واجتماعي ورياضي. نادي الرياضي عدني شق مساره بألق باهش قبل نصف قرن من الزمان، ولازال حتى اللحظة حاضراً بقوة في قلب المشهد الرياضي وذاكرة التاريخ الكروي. ككيان موحد متنوع، عرف الوسط المحلي نادي الشعلة الرياضي الثقافي منذ لحظات التأسيس الأولى، حين قرر أبناء المنطقة الصناعية البريقة غربي عدن تشكيل نادي شبابي رياضي في ستينيات القرن 19. نادي الشعلة يعتبر هو النادي الأب، النادي النموذجي في مديرية يعني في محافظة عدن بالنسبة لما يحمل هذا النادي من نشاطات رياضية ابتداء من الستينات حتى هذا اليوم، يعني اللي رحنا بداية 2017. تعود البدايات الأولى لتأسيس النادي إلى 13 من فبراير من العام 1968 للميلاد، عقب دمج الفرق الرياضية الناشئة آنذاك الفارضة نفسها بشغفها ومهارتها، منتزعة اعتراف الجمعية الرياضية العدنية بها كأندية رياضية من الدرجة الأولى. نادي الشعلة كغيره من الأندية تأسس طبعا في 13 فبراير 68. ممكن احنا اول نادي على مستوى عدن كامل او ممكن حتى الجنوب كامل اثناء بريطانيا انه مارست النشاط الرياضي، كانت اول منطقة مارست النشاط الرياضي على مستوى عدن كامل هي البريقة، بحكم انه بريطانيا كانت موجودة وكانت تبدأ في إنشاء شركة مصافي عدن، فكان العمال اللي موجودين والكوادر الموجودة في الشركة من البريطانيين هم اللي بدأوا في هذا الموضوع، بدأوا في أول نشاط رياضي على مستوى عدن كامل.
في كانت هناك عدة فرق رياضية موجودة على مستوى مديرية البريقة، تم بعدين دمجها في 75 أثناء الدمج وخرجت البلاصة بنادي شباب البريقة. بإن حل العام 1975 حتى جاء حاملاً معه بوادر التغيير لذلك النادي الذي تغيرت تسميته من نادي شباب البريقة إلى مسمى نادي الشعلة الرياضي الثقافي، مستمداً تسميته من شعلة المصفاه كرابط وثيق عميق الدلالة بين مشعل المورد الاقتصادي والشغف الريادي المتقد لدى أبناء المديرية الرائدة. ضم نادي الشعلة الرياضي تشكيلة رياضية متجانسة امتازت بشغفها الرياضي الواسع وبرزت كقاعدة رياضية عريضة لقوى وألعاب متنوعة، محققاً خلال مسيرته بطولات محلية وخارجية شكلت جزءاً مهماً من تاريخ الرياضة اليمنية. ظهرت نجوم كبيرة في نادي الشعلة، وهذه النجوم أثرت أثراء طيب بالنسبة للمنتخبات كل في لعبته. يعني في فترة من فترات أنا أذكر أنه المنتخب الوطني لكرة الطائرة كان 5 من نادي الشعلة، في فترة من فترات كمان في كرة القدم كان أكثر من 7 لاعبين من نادي الشعلة. فهذا يؤكد أنه في كوادر وفي كانوا موجودين إبداعات موجودة في نادي الشعلة. في مختلف مراحله التاريخية ظل نادي الشعلة متصدراً النشاط الرياضي، رافداً الساحة الوطنية بألمع النجوم الرياضية ممن عشقوا الألعاب المختلفة وسجلوا معها حضوراً لافتاً أكسبهم التفرد ومحبة الجماهير والساسة وقيادات الاتحادات الرياضية لتمنح بجدارة واقتدار أعلى الأوسمة للواء الشعلة الأصفر المشرق. نحن أكثر الأندية ممكن على مستوى عدن الآن على مستوى الجنوب بشكل كامل في منصات التتويج بالنسبة للألعاب، نحن أبطال في كرة الطائرة، وكرة الطائرة بالذات تعتبر منافسة مسجلة بنادي الشعلة الرياضي. نحن أكثر الأندية شاركنا في البطولات العربية في هذه اللعبة، وكانت مؤخرا قبل حوالي يمكن أقل من أسبوع شاركنا في البطولة العربية في الرقم 35 في منامة البحرين. وفي زمن قياسي تحول نادي الشعلة إلى ملتقى رياضي ثقافي اجتماعي من الطراز الأول، أضحى معه مزاراً وصرحاً جامعاً للثقافة قبل الرياضة وللأرواح قبل بناء الأجسام عبر مكتبته الشاملة الزاخرة بأنفس الكتب في مختلف مجالات المعرفة. المكتبة افتتحت في أغسطس 2011 وكانت متواضعة بسيطة، الحمد لله اليوم أصبحت يعني تحتوي أكثر من 4200 عنوان إلى جانب عدد من الدوريات قرابة 600. هذا الجانب الورقي فيها مع مكتبة للطفل والناشئة، كما تحتوي المكتبة على مجموعة من الكتب باللغة يعني غير العربية، وإضافة إلى عندنا مصحف بجميع لغات العالم. بالجانب الرقمي معنا مكتبة تحتوي على أكثر من 10,000 كتاب، إضافة إلى أكثر من 1,000 كتاب يمني، وكذا بعض المخطوطات اليمنية وغير اليمنية، وكذا معنا مكتبة صوتية يعني الكتاب أوديو بوك تسمعه بالصوت، ومعنا أكثر من 700 فيلم وثائقي. وهذه المكتبة الرقمية متاحة للجميع بحيث أنه أي إنسان يعني يأتي بهارد ديسك أو فلاش يستطيع أن يأخذ كل الموجود عندنا. يلا جيب الجون على الراي.
ستبقى مسيرة العطاء الحافل لنادي الشعلة الرياضي الثقافي راية خفاقة في سماء عدن واليمن، مبرهنة دوماً على استمرار اتقاد شعلة المواهب والقدرات الشبابية المقتحمة دروب النجاحات الكبرى. إن كنت وينج أو سنتر هاب يلا تقدم أصحى تخاف يلا تقدم أصحى تخاف في بنكون عالم رايب في بنكون عالم رايب. العقل السليم في الجسم السليم والعكس بالعكس، والأوطان لا تبنى إلا بصحة وطاقات شبابها، والرياضة هي وسيلة للوصول إلى تلك الغاية. سمير سند بطل حاز على بطولة الجمهورية في لعبة التنس وجه المدينة لهذه الحلقة. مثل اليمن في كثير من المحافل العربية والدولية بعد أن توج محليا لأكثر من مرة بطلا للجمهورية في لعبة التنس. هو الشاب العدني سمير سند، عضو نادي التنس وأحد أبرز محترفيه. في بيئة رياضية محبة للعبة التنس نشأ وترعرع سمير سند، وعلى خطى أقربائه الرياضيين سار وصولاً إلى اللقب الذي أصبح ماركة رياضية ليس فقط لسمير بل لكل العائلة. على الرغم من ممارسة سمير لجميع أنواع الرياضة، إلا أن لعبة التنس شكلت بالنسبة له حالة عشق خاص ارتبط بها منذ أن كان في الخامسة من عمره، أثناء ما كان يتردد على نادي التنس برفقة عمه الكابتن وديع الذي عرف بالأب الروحي للعبة التنس في عدن، وكان بالنسبة لسمير الملهم والمدرب. عشت بيئة يعني الحمد لله بيئة متوسطة، بوسط عائلة كلهم رياضيين من كوالدي وجدي وأخواني كلهم، فيعني كلنا كنا نمارس لعبة التنس لأن أول حاجة هي قريبة من إحنا، وعمي كان يعني رقم واحد في اليمن وهو مدرب اللعبة وهو الأب الروحي للعبة، ومارسها أبي ومارسها أخي الأكبر ووصل للمنتخب 2006 وحرز بطولة كذا في الجمهورية المركز الثالث، والحمد لله يعني بعد حصل معه مشاكل إصابات وكذا ووقف اللعب، وأنا كنت أمارسها منذ الصغر عمري 5 سنوات، فيعني كانت زي الموهبة عندي. في العام 2007 فاز سمير سند بالمركز الثالث في أول مشاركة له ببطولة محلية للتنس، وفيما بعدها من البطولات فاز بالمراكز الأولى وتوج بطلاً للجمهورية. بطولة عدن عملت استياد مشارك بطولة الجمهورية في صنعاء، فأنا أول بطولة لي كان مشاركتي عبر المستوى الجمهوري على مستوى الجمهورية كان في عدن 2007، أجيت المركز الثالث. فبعدين البطولة الثانية كانت في 2008 بطولة الجمهورية، سافرنا لصنعاء وكان المدرب معتمد يعني الكابتن وديع دربنا بشكل تمام، واجتهد وتمرن ليل نهار يعني اهتم فيه بشكل مش طبيعي، فالحمد لله يعني لما وصلت البطولة ولعبت هناك وأبدعت حصل الحمد لله على المركز الأول. تأهله المتواصل في البطولات المحلية قاده نحو التميز، واختير ليمثل اليمن في بطولات التنس عربيا وعالميا، وقدم أداء متميزا وحصد جوائز متنوعة في تونس وقطر والأردن وماليزيا. أبرز المشاركات طبعاً بطولة الجمهورية أنا من 2007 لين آخر سنة يعني اللي هي قبل الحرب مشارك فيها، شاركت ناشئين شباب ورجال، وعندي بطولتين بطولة الأندية وأربع بطولات جمهورية وثلاث كأس الرئيس وثنتين نخبة، وكمان عندي مركز ثاني وصيف للشباب وبالممتاز مركز ثالث، وعندي مشاركات خارجية كانت في أول مشاركة حرزت فيها ميداليات في 2010 في سوريا، جبت 2 ذهبيات برونزية فضية،
وكمان في مشاركة في قطر كبت في الضياء زوجي، ومشاركة في الأردن كمان برونزيتين، ومشاركة أجين في قطر كبت ذهبية وفضية، وفي مشاركة في ماينمار تبع غرب آسيا. طبعا رحت ثلاث مشاركات ضمن منتخب غرب آسيا، أفضل ثلاثة لاعبين بغرب آسيا دعوة من التحدي الدولي. كنت لاعب الوحدة من اليمن، فشاركت هناك وحرست ماينمار ذهبية زوجي. وفي عندي كمان مع منتخب اليمني كاس ديفيز اللي هي فرقية، بطولة فرقية المركز الأول بالتجمع الأول في سريلانكا، وفي بماليزيا في ماليزيا المركز الثاني برضو كاس ديفيز. وأول فريق عربي تأهل لكوريا، أول منتخب عربي تأهل لكوريا بعد البطولة. في كمان آخر بطولة لعبت بطولة دولية وحرست المركز الثالث الزوجي في البحرين. لعبة التنس تتطلب لياقة أكثر من بقية الألعاب الرياضية، لأنها تعتمد على طاقة اللاعب وقدرته على الاستمرار، ومعها تقل نسبة تعرضه للإصابة. لعبة التنس تتطلب لياقة أكبر من لعب كرة القدم، يمكن لأن لعبة التنس لعبة كرة القدم ممكن تنتهي بتسعين دقيقة، لكن لعبة التنس ممكن تطول خمس ساعات ست ساعات، لأنه لازم ينتهي واحد بالفوز. فهي تتطلب أكثر لياقة من أي رياضات، لأنها متعبة، وكما قلت لك ما تنتهيش إلا بفوز لاعب. ممكن أحيانا توقف مباراة تتأجل لليوم الثاني إذا تأخرت، فقد حصلت معي من قبل لعبت خمس ساعات مباريات. على الرغم من أن لعبة التنس كغيرها من الألعاب في عدن لا تشكل مستوى دخل لصاحبها، إلا أن سمير سند سيبقى محبا لهذه اللعبة مواظبا عليها، لأنها بالنسبة له حياة. أحب جميع الألعاب وألعب جميع الألعاب، بس لعبة التنس يعني موهبة عندي وعشق من أنا صغير، وأنا ألعب التنس من عمري خمس سنوات يعني، وأنا كنت أروح أتفرج وأنا جاهل، تعلقت باللعبة فبدأت ألعب وأنا صغير ومارست، ولاقت يعني رعاية من المدربين كان مهتم باللعبة أكثر من يعني، وألعب كل الرياضات طبعا، كرة القدم كرة الطاولة. يشكل سمير سند جانباً مشرقاً من قدرات الشباب اليمني بتميزه في لعبته وحرصه على الاستمرار رغم المعوقات والتحديات. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير، وإلى اللقاء.